أنتم تقولون إن جماعة الإخوان المسلمين خطر. طبعا أنا سأبدأ بالخطر ثم سأعود إلى الكلام عن هذه الجماعة من ناحية تاريخية وبعض الفوائد. فما الدليل وما هي أوجه خطورة جماعة الإخوان المسلمين على الأمة؟ سأذكر عناصر وأمورا تدل على خطورة هذه الجماعة. الأمر الأول أن هذه الجماعة جماعة الإخوان المسلمين محدثة محدثة، فهي محدثة في ذاتها ومحدثة في منهجها، وتخالف منهج السلف، فإنها لا تقوم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة، إياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. وهذه الجماعة محدثة ولا شك، فتكون داخلة في هذا النص. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل الانتماءات إلى الأحزاب المحدثة، الانتماءات إلى الأحزاب المحدثة الواجب تركها، وأن ينتمي الجميع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعاونوا في ذلك بصدق وإخلاص، وبذلك يكونون من حزب الله الذي قال الله فيه ألا إن حزب الله هم المفلحون، بعدما ذكر صفاتهم العظيمة وذكر الشيخ الآيات، ثم قال فهذه صفات حزب الله لا يتحيزون إلى غير كتاب الله والسنة والدعوة إليهما والسير على منهج سلف الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان. فهم ينصحون جميع الأحزاب وجميع الجمعيات ويدعونهم إلى التمسك بالكتاب والسنة وعرض ما اختلفوا فيه عليهما، فما وافقهما أو أحدهما فهو المقبول وهو الحق، وما خالفهما وجب تركه ولا فرق في ذلك. لا زال الكلام للشيخ ابن باز رحمه الله. ولا فرق في ذلك بين جماعة الإخوان المسلمين أو أنصار السنة والجمعية الشرعية أو جماعة التبليغ أو غيرهم من الجمعيات والأحزاب المنتسبة إلى الإسلام. فهذا الأمر الأول، وهو أمر خطير عند من يعرف الموازين. كون الجماعة محدثة ليس لها صلة بالسنة ولا بالسلف، هذا من أخطر الأمور. ثم هي في أصولها محدثة فيتأتي ببدع، وهذا من أخطر ما يكون. من خطورة هذه الجماعة جماعة الإخوان أنها تهون من شأن أصل دعوة الرسل الذي هو التوحيد، ومن السير على السنة مع مخالفاتهم العديدة في هذا الباب. فهم يجمعون بين التهوين من دعوة التوحيد وبين المخالفات لدعوة التوحيد، فهم يرددون ويقررون ويكررون أن شرك القبور قد انتهى ولا ينبغي أن نشتغل به، وينبغي أن نشتغل بشرك القصور الذي هو الحاكمية على تحريفهم له. هذا موجود في أدبياتهم كلها، يقولون شرك القبور هذا انتهى، هذا الذي تهتمون به أنتم معاشر السلفيين من الدعوة إلى التوحيد وتحريم الاستغاثة وبغير الله وبالمقبورين وبيان أنها هذا انتهى. وهذا أولا إما أنه جهل فاضح بالواقع، وإما أنه كذب صريح، والثاني هو الصحيح. فكل من يعيش في ديار المسلمين يعلم علم اليقين أن شرك القبور موجود وبكثرة، وأن ما يسمونه شرك القصور يبالغون فيه كثيرا ويحملونه على غير الوجوه الشرعية. فهم أهل مخالفة للتوحيد وأهل تهويم من شأن التوحيد. أعطيكم أمثلة. يقول أبو الحسن الندوي وهو من كبار رجالهم، يقول كان الإمام حسن البنا في أول أمره ك
كما صرح بنفسه على الطريقة الحصافية الشاذلية، يعني على طريقة صوفية، وقد مارس أشغالها وأذكارها، وقد حدثني خواص أصحابه أنه بقي متمسكا بهذه الأشغال والأوراد إلى آخر عمره. انتبهوا، هذه قضية مهمة، لأن بعض الذين ينتمون إلى الإخوان المسلمين ويعرفون بشيء من العلم يدلسون على الناس، يقولون نعم حسن البنا كان في البداية صوفيا ثم ترك هذا أبو الحسن الندوي، وهو من أعلم الناس بحسن البنا، ينقل عن خواص أصحاب حسن البنا أنه كان على الطريقة الصوفية الحصافية الشاذلية، وكان يمارس أشغالها وأذكارها، وأنه بقي على ذلك متمسكا به إلى آخر عمره. وجماعة هذا إمامها ماذا ترجو منها في باب التوحيد والعبادة؟ ويقول حسن البنا بنفسه، يقول كنا أحيانا نزور عزبة النوام، منطقة حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الحصافية، ونبقى هناك يوما ثم نعود، ونبقى هناك يوما ثم نعود، يذهب يجاور عند القبر يوما، وكان يقيم الموالد وينشد الأناشيد الخطيرة جدا، ومن ذلك أنه كان ينشد مع أصحابه في المولد هذا الحبيب مع الأصحاب قد حضر وسامح الكل فيما دار وجرى. هذا الحبيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المولد، هذا الحبيب، تعرفون أن الإشارة هذا تكون للقريب، هذا الحبيب مع الأصحاب قد حضر، هذه الحضرة، ثم انظر وسامح الكل، غفر للكل، الحضور هؤلاء حضور المولد غفر لهم، فيجعلون المغفرة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وسامح الكل فيما دار وجرى. وهذا الأمر، أعني التهاون في التوحيد والمخالفات للتوحيد، متأصل في الجماعة. يقول التلمساني، نعم، في كتاب له اسمه شهيد المحراب عمر بن الخطاب، انظروا ماذا يقرر، يقول ولذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي القائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا لمن جاءه قاصدا رحابه الكريم. يعني يجوز أنك تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله استغفر لي. ويقول أيضا فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامة الأولياء. طبعا كرامة الأولياء اعتقادها من حيث الأصل أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لكن اسمع ما يقول، فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة. اللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة الذي هو شرك أكبر، أقول لا داعي للتشديد في هذا الأمر والدعاء فيها عند الشدائد. ثم يقول فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم، ما لنا وللحملة على أولياء الله، كأنك إذا أنكرت الشرك تحمل على أولياء الله، لا والله، أنك تذب عن أولياء الله أن يشرك بالله باسمهم. فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبوره. يقول سعيد حواء وهو من كبار الإخوان، يقول وسلمت الأمة في قضايا الاعتقاد لاثنين، من هما؟ أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. يعني العقيدة التي تنتهج ويزعم هو أن الأمة سلمت في هذا هي عقيدة الأشعري في مرحلته الوسطى، لأن الأشعري مر بثلاث مراحل، أبو الحسن الأشعري مر بثلاث مراحل، الذي عليه الأشاعرة اليوم هو المرحلة الثانية، ثم انتقل رحمه الله إلى عقيدة السلف ومات على عقيدة السلف، لكن الأشاعرة ينكرون هذا. وأبي منصور الماتريدي وعقيدة الأشاعرة والماتريدية متقاربة، فهذا هو الذي يسير عليه رجال هذه الجماعة. طبعا جماعة الإخوان المسلمين في الزمن المتأخر رأوا أن عدم اهتمامهم بالتوحيد جعل كثيرا من الناس ينفرون منهم،
فجاءت صورة جديدة للإخوان مطورة وهي السرورية، هي الإخوان ولكن ملمعة. بماذا؟ بأمرين: إظهار الاهتمام بالعلم وإظهار الاهتمام بالتوحيد. ولكنهم إذا تأملت في أحوالهم تجد في اهتمامهم بالعلم والتوحيد أمرين. الأمر الأول أن هذا الاهتمام إنما هو وسيلة للجر إلى الفكر طعم. ولذلك أضرب لكم مثالا: سفر الحوالي وهو من كبار قادة السروريين كان يشرح العقيدة الطحاوية، فبعد العصر يشرح العقيدة الطحاوية، بعد المغرب درس فكري يقرر فيه ما عليه السروريون الذين هم من الإخوان. سلمان العودة وهو من كبار رجال السروريين كان يشرح بلوغ المرام، في أول الأمر كان شرح حديث واحد يأخذ شريطا كاملا، ثم بعد فترة ليست طويلة صار في وجه يشرح 4 أحاديث 5 أحاديث، وفي وجه يتكلم عن الفكر والمنهج على طريقة السروريين. إذن بالاستقراء والتتبع نجد أن هؤلاء السروريين يجعلون الاهتمام بالعلم ودروس العلم والاهتمام بالتوحيد طعما للفكر والمنهج. وذلك سلمان العودة يقول: إن التوحيد يتعلم في 10 دقائق. التوحيد الذي قضى النبي صلى الله عليه وسلم عمره منذ بعث إلى أن مات يدعو إليه يتعلم 10 دقائق. فهذا الأمر الأول الذي تلحظه في اهتمام السروريين الإخوانيين، لأن السروريين هم إخوان، بالعلم والتوحيد. الأمر الثاني الذي تلحظه أن اهتمامهم بالجملة لا بالتفصيل، فهم إذا تكلموا عن التوحيد لا يتكلمون عن التوحيد تفصيلا وبيان صور الشرك الواقعة ونحو ذلك، وإنما يتكلمون بالإجمال، وهذا أمر واضح ومدرك. إذن الإخوان المسلمون من خطرهم أنهم يهونون من دعوة التوحيد، دعوة الأنبياء والرسل، وعندهم مخالفات خطيرة في باب التوحيد، وليس لهم نشاط في دعوة التوحيد، وهذا الذي حذر منه العلماء كالشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل.